السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صون فيلتر. انتم مشاهدي تيلي ماروك ونذكركم مجموعة من الفنانين أو المشاهير اللي ما تيكونوش في الغالب الأحيان على الطبيعة ديالهم، لكن هدفنا من برنامجنا أننا نخليهم على الطبيعة ديالهم. اليوم ضيفتنا هي الممثلة غيتا الكزولي. غيتا أهلا بك. لالا أختك هشام، شكرا بزاف. مرحبا بك. الله يكبر بيك. جاي عندنا بجلابه داكشي ديال العواشر والطقوس درمدان. اييه، ما كاينش ما احسن من اللباس التقليدي ديالنا. مرحبا بك، كلشي مزيان غيتا؟ الحمد لله بخير، صافا الحمد لله. غادي نمشيو كاين مجموعه من الفقرات اللي غادي نشاركوا كل هذا مع المشاهدين ديال تيلي ماروك، ونمشيو للفقره الاولى. مشاهدينا، شكون انا؟ غيتا، الاسم ديالك غيتا الكزولي هو اسم حقيقي ولا اسم شهرة ولا؟ لا، اسم حقيقي. انت من اصول مدينه فاس؟ اييه. كبرتي تزاديتي في الدار البيضاء؟ بزاف المحبين والمعجبين بك غيتا كيسولوا على شحال السن الحقيقي ديالك، خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي كل واحد كيقول سن. كيطاطوني. كيقول 24، كيقول 16، كيقول لا 30. انت شحال تعطيني؟ ما عرفتش انا، هذا السؤال ما يمكنليش، خاصني نكون. لا، انت قول لي شحال تعطيني. شحال تقريبا عندك؟ انا نعطيك اون فورشيت وانت تاطوني. غنوليو في مسابقه غيتا دابا، قولي لنا. لا، حيت انا اون جينيرال كنقول ان السن ما كيأثر في والو، بما انه انا كنلعب دي بيرسوناج من ابتداء، نقدر نلعب من 20 عام بحال دابا في قوت امبر كانت عندي 22 عام بيرسوناج اللي كنت لاعبه، ونقدر لعبت بيرسوناج عنده 35 عام 40 عام، يعني على حسب الماكياج والكوستيم. دونك السن ما كيأثر في حتى شي حاجه. شنو الاختلاف؟ هو فقط ماشي اختلاف ولا خلاف، هو الناس كيسولوا، يعني الناس بالحب ديالهم لغيتا الممثله الفنانه كيسولوا. حب هذا ان غيتا تقول لي شحال في عمرها. انا بغيت كنت تقول لي، اللي قلتي لي انت وضحتي فيها صحيحه نجاوبك، الا ما عطيتيش فيها صحيحه خليها. لقاونا هنا 24 كثر شويه ولا كثر شويه؟ صافي، دونك ما بين 24 و غيتا يلا دخلتي القفص الزوجيه بارك مسعود بعدا ما درتي. سؤال خطر لي بالي هو، واش غيتا ملي كانت صغيره كتقول انا غنتزوج صغيره؟ لان كاين واحد النوع ديال البنات كيقول انا بغيت دغيا نقرا نكمل القرايه نتزوج، ولا المكتب اللي كتب الزواج ديالك؟ لا، انا كنت كنقول ما غنتزوجش صغيره. لا، كنت كنقول الزواج غيجي في وقته، ولكن ما كانش عندي فكره ديال الزواج بتاتا. احتاجات دونك لا. جات هكا فكره تزوجتي؟ لا، وهي كانت علاقه، والزواج راه ما كانش غير في العرس. انا تزوجت في 2021 والعرس اللي كان في 2023. انا عطيتك معلومه جديده. هذه ما عرفت عليها حتى شي واحد. لا ما عرفها حتى شي واحد. اذا كنضرب الصداق في 2021 هو فين تزوج، وفي 2023 جمعنا الفلوس على قول الزواج باش درنا العرس. غيتا مسافة علاقتك الزوجية أكيد الحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. وتحية للزوج ديالك. الله يكبر بك. زهير زائر. شكرا. تحية ليه. غيتا أنت من بين الممثلات اللي ما كيتشاركوش يعني بزاف ديال الحوايج الأولى، الأمور الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش كنوصفوا هذه القضية؟ واش أنت كتخوفي من العلاقة مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني كتخاف من المحيط اللي هو ماشي حقيقي؟ أو لا فقط يعني غيتا من طبيعتك متحفظة؟ هو أول اللي جيتي تشوف العرس راه العالم كامل شاف. لا، ومشكلة شاف. يعني أنا ماشي ضد الفكرة ديال أنه نتبارطاجا ونبان أنا وزوجي في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا ماشي ضد، والدليل هو العرس. ولكن كتجيني واحد العلاقه خاصه ما كاينلاش غادي نبارطاجيها مع الناس في الوقت الحالي، ممكن وقت اخر نبدل رايي. يعني في الوقت الحالي كتجيني واحد العلاقه زوينه محترمه داخلين سوق راسنا، حنا بعاد على انه نديروا السبوت لايت على العلاقه ديالنا. دونك هذه الفكره اللي كاينه. يعني هذا كيبقى اختيار ديالكم. انا فقط ما تكلمتش على العكس، لان العكس كانت حاله خاصه، هي النقطه اللي بغيت نقول لك. ولكن كنتكلم بصفه عامه، يعني ما بعد العكس والحفله والناس ولي كومونتير ولي ميساج لي فولو. نسولك، واش حسيتي بلي الكونت ديالك ديال انستغرام بعد الزواج طلع؟ طلع. علاش زعما نقولوا زهير زائر طاقاك ولا شي حاجه وطلع؟ لا، شفتي ستوري ديال زهير ما طاقاني في حتى شي ستوري. دخل قلب زعما ما تلقى ما تلقاني في حتى شي ستوري. ولكن الناس كيعجبهم بحال هاد المناسبات، كيفرحوا معاك، كيبغيو يقلبوا عليك شكون انت. هذه اللي كانت مسلسل فلان فلاني كتعجبني، المهم من هاد المنوال. فكيقلبوا عليك
وكيقدروا يدخلوا ويلايكيو يلايكيو لي بوست ديالك ولا يفولويوك ولا هي هادشي كيطرا في جميع المناسبات. هو في اغلب الحالات ماشي هكا كنظن. واش عرفتوا داك الممثله غيتال اللي تزوجات بداك الكوميدي وكيدخلوا الانستغرام وهذه كانت كتكون يعني واحد لا بروموسيون وانا كنشوف ان هادشي من الايجابيات ديال جوج كيكونوا في واحد المجال اللي هو معروف مثلا كيتزوجوا من المجال الفني. انت مع هاد الفكره ديال جوج يتزوجوا من الدومين نفس الدومين بصفه عامه ماشي غير الفن؟ ما عنديش ادنى مشكل لانه هو الدليل بانني انا مزوجه من شخص من الدومين. بالعكس الا كان شي الله سبحانه وتعالى كيكون راسم لك طريقك انت غادي في داك الطريق. دونك الا كان مكتاب شي واحد من الدومين مرحبا، ما كانش مكتاب ما انا بالنسبه لي ما كاينش مشكل. شخص اخر الله اعلم. غيتا فين كبرتي وفين تزاديتي؟ اش من حي؟ تزاديت في الدار البيضاء حي الحداويه زنقه واحد. رقم الدار الله يحفظك. لا واش دابا بغا نوصلو جيتي خلي رقم الدار يبقى بعيد. ولكن الاصل ديال الوالدين ديالي من فاس، من مدينه فاس. مرحبا. بابا الله يرحمه كان الادارسه وماما السعادة. وهاد الاحياء انا كبرت وترعرفت فيهم وقريت في ديك الثانويه الادارسه وكانت ذكريات زوينه. واخا غيتا اشنو الحاجه اللي عندك في بالك في الحي اللي كبرتي فيه وترعرعتي فيه بقات لك في بالك بقات لك راسخه في بالك؟ انا واحد الانسانه كنتعلق بالاماكن بزاف، يعني الحي اللي كبرت فيه ملي زاديت وانا فيه يعني ما عمرنا رحلنا او بدلناه، فعندي واحد التعلق كبير به، بيتي بالصالون الله يسلمك بالدار. غادي نتكلموا في الفقره المواليه على هذه الامور اللي عندهم علاقه بيا من زمان، لكن قبل غيتا بزاف الناس كيسولوا اشنو هو المستوى الدراسي ديالك؟ عندك تكوين في المجال ديال التمثيل ولا لا؟ مزيان من خلال هذا البرنامج سون فيت خلينا نوضحوا ونقولوا للناس ونعرفوا الناس اكثر. بغيتا انا عندي ماستر في الماركتينغ ديجيتال وفي نفس الوقت كنت كندير المسرح في كونسيرفاتوار دو كازابلانكا، قريت 6 سنين فيه. تبارك الله. هذا هو المستوى الدراسي اللي الله 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 يسهل لك الامور. يا ربي. اخر سؤال في هذه الفقره، اشكون هي الصديقه المقربه عندك في المجال ديال السينما؟ كاينين بزاف ولكن جوج او ثلاثه اللي قراب ليا بزاف. وحده انا كنعرفها كنظن. زيد. هي الفنانه ندى الداوي. وكاينه ويدر المنيعي. وكاينه المهم اكتفي دابا بعد الشوش. ناري عرفتي دابا واحد القضيه انا كي قلتي ثلاثه ياك ما الثالثه مدابزه معاك؟ لا ماشي مدابزه معاك، كاينه من اربعه. كنت حيت عندي حتى اصدقاء دراري في المجال الفني اللي اصدقائي بصح حليم النجاري وطه بن نعيم تهما يلاه بداو كيشقوا طريقهم، انا فخوره بهم بزاف. كاينه حنان قباني، كاينه اميمه اسري، دونك عندي واحد الكليكه ديالي حنا كليكه هاد كاملين صحاب مع بعضياتنا، دونك كاملين صحابي وكاملين في المجال. الله يخليهم لك. وحنا مازال مواصلين واللي نسيناه يسمح لنا ياك غيتا. انا حتى عندي صحابي بزاف وصحباتي بزاف دونك يلا غيتا مازال غنتكلموا على مجموعه من الامور ولكن غادي نمشيو لفقره نتفكروا بها مزال. غيتا نرجع شويه للدور نتفكروا ايام زمان. صراحه الله كنا عشنا هاد الطفوله وعشنا واحد لانيكتوت زوينه مع العائله مع غيتا. اول سؤال، واش غيتا فايت سقطت شي عام؟ لا ما عمرني سقطت، ولكن ملي خديت الباك درت عام في لافاك وكنت درت واحد الاختيار غير صائب، يعني درت بيولوجي جيولوجي وانا ما عندي حتى شي علاقه بلا بيولوجي ولا جيولوجي، دوكو كنت اوبليجي اني نعاود العام في مدرسه خاصه. انت سقطت راسك. ما نعتبروش انني سقطت، من الاغلبيه اللي كانوا كيقراو معايا ذاك العام بالضبط داروا اختيارات غير صائبه، لانه بحال لي سوي ديال المدارس كانوا طالعين بزاف. انا نجحت في الباك موسيون بيان، كنت معوله انني غنكسيدي لشي مدرسه، يعني يكون عندي لا بوسيبيتي ندخل شي مدرسه مزيانه. ما لقيتش، دخلت لافاك على اساس غندير بيولوجي جيولوجي ومن بعد غندير لافارماسي، يعني هذا هو لو تراجي اللي رسمت راسي. ملي درت لابيولوجي جيولوجي كان مضطره انني نتعامل مع حيوانات نشرح هذا وانا بعيده على داك الشيء كيضرني، كنتاثر فيه. معلش مع العمليات. والو ما يمكنش، وكنت مرضت بسبب هذا الشيء، وهي تقول لي ماما صافي جلسي هذا الشيء ما مسلكش ما عاجبكش. من بعد درت الماناجمنت، شي حاجه اللي انا كتعجبني ولا ايبانوي بها، وهي فين كملت وخديت الماستر ديالي. تبارك الله عليك غيتا. فاش كنتي صغيره غيتا واش كنتي كتفكري واحد النهار انك تولي ممثله؟ ملي تزاديت وانا باغا نولي ممثله ديما انا صغيره واقفه قدام المرايه وكنمثل،
ديما الناس كيلعبوا بالمونيكات، انا كنمثل بالمونيكات. دونك سي سا. دونك منين انت صغيره ديما كنتي كتبغي تكوني ممثله، ولو انك يعني من بعد البكالوريا مشيتي قريتي حاجه اخرى من غير ما انك تمشي مثلا كنديرهم اون باراليل، كنديرهم قد قد بجوش. يعني كنقرا مثلا من 8 ونص الصباح ل 5 ونص، كنسالي من 5 ونص ل 8 ونص عاوتاني كنقرا في كونسيرفاتوار. نعم كنت كنديرهم في نفس الوقت. الوغ غيتا فاش خديتي البكالوريا ياك علاش غيتا ما فكراش انها تمشي دير لي زاداك؟ لان ما خلاتنيش ماما. ما خلاتنيش ماما، قالت لي ديري شي حاجه، كانت خايفه عليا من الدومين انه ما يكونش مستقبلي فيه مضمون. وبصح هاد القضيه لانه المجال الفني في المغرب ما مضمونش، الاغلبيه عارفين هاد القضيه. وانا الماستر اللي عندي او الدبلوم اللي عندي عاوني بزاف دابا، لانه الديجيتال هو باش خدامين، هو انستغرام وتيك توك وفيسبوك وما لي ريزو سوسيو. دونك بحال داك لا فورماسيون اللي درت عاونتني بزاف فاني ندير بزاف ديال الحوايج في لو كونط ديالي باش نطلعو، باش انه نكري واحد لو ليام على كوميونيتي ديالي، باش عندي واحد ليماج دو مارك، واحد العلامه التجاريه ديالي. دونك عاوني يعني بحال كانوا جوج حوايج مكملين لبعضياتهم. واخا غير تلرجع للور، واش تبغي تكوني ولا تقراي في لي زاداك لو كان دابا نرجع للور بحال شوف واحد بريفيو ونرجع للور؟ لا لا ما نبغيش، لانه كيف قلت لك الدبلوم ديالي عاوني بزاف، او لا فورماسيون اللي درت عاونتني بزاف بانني نخدم على لي ريزو سوسيو ديالي. يعني عادي هاد القضيه ديال انك قريتي حاجه ومشيتي التمثيل مزيان مزيان، انك تبعتي لا باسيون ديالك ولا تبعتي الحلم ديالك. انت فاش كنتي صغيره واش كنتي قريبه للوالد ولا الوالده؟ كنت قريبه لماما. علاقتك مع الام ديالك كي دايره غيتا؟ زوينه بزاف الله يخليها ليا الحمد لله. صابره معايا، كتشجعني، كتوقف معايا، كتساندني، كتطبطب عليا، دونك الحمد لله. كتمشي عندها للدار ديما دابا؟ ها بيان سور. انت ساكنه مع الزوج ديالك دابا؟ لا باقي باقي الدار ديالنا كتصلح، دونك باقي حنا بحال جاونا، انا دابا غنفسر لك، جاونا بزاف ديال لي زيفينمون اون ميم طون، حطينا لا دات ديال العرس وكنا كنصلحوا في الدار، ودوكو الدار باقي ما وجداتش، الاشغال اغلبيه عارفين انه ما كيساليوش دغيا، ما بغيناش نمشيو نكريو اون اتوندون داك الفلوس اللي غنضيعوه مثلا في الكرا نخدموه في الدار حسن. فانا دابا باقا مع ماما اون اتوندون الدار توجد، ما بقى لها والو ان شاء الله. وعاد غادي تمشي مع الزوج ديالك تعيشوا مجموعين بيان سور كتلاقاو. لا هو بيان سور غتكونوا كتلاقاو عادي، وتا داك كما نقول لك ما نقولكش قبل الزواج، ولكن تا داك الحياه قبل الاستقرار كتكون حلوه ياك؟ بيان سور كتكون زوينه حتى هي. شنو هما النصائح اللي كانوا كيعطيوك والديك في الطفوله وفاش كبرتي درتي بهم غيتا؟ اكبر نصيحه بعد هي ديال ماما، هي قالت لي قراي قرايتك، خدي ديبلوم ديالك وديري اللي بغيتي. لانه دابا مره على مره كنزيد نتاكد انه سورتو انه يعني المجال الرقمي هو دابا اللي منتشر بكثره، وهو دابا اللي كيخدموا به الناس. دونك بحال كان اختيار صائب، وفي نفس الوقت كندير لا باسيون ديالي اللي هي المسرح، كنفرغ فيها وكنتعلم فيها، وكن بحال كنتاهل باش انني نقدر ندوس في التلفازه او ندوس في مسرحيه او سينما ان شاء الله ولا شي حاجه بحال هكا. غيتا واش كاينه شي زبله درتيها وانتي صغيره دابا طاحت لك البالك وعمرك ما قلتيها لشي واحد؟ زبله هتوم وكنقول هذا المشكل انني كنقول. بحال واحد المثال، كان بابا الله يرحمه جاب لي واحد المونيكا غاليه من واحد الماركه غاليه، تكبرت تعرفت ان الماركه راه كانت غاليه بالدار ديالها ولي زاكسسوار ديالها بكل شيء. انا شغي يقول لي راسي غنهز داك المونيكا وغنهز موس وغنبقى نذبح في داك المونيكا، شي اللي قال لي راسي. ملي كبرت قلت انا سومون يتفرجت في شي مشهد عنيف، داك الشيء كيديروا موان 12 موان 16 موان 18 يا سيغمون تفرج شي حاجه في التلفازه، ما كايناش ما كانش الانترنت داك الساعات، سيغمون تفرج شي حاجه في التلفازه. وملي شافتني ماما قالت لي ولي اش كديري زعما دابا افيك دو روكيل كنقول ما عرفتش شنو اللي خلاني انني نهز داك، وفرحانه زعما بحال كنمثل، انا بالنسبه لي كنمثل واحد الدور عندي واحد هذا وكنذبح فيه. هادشي اللي قال لي صافي الزبله اللي تفكرت بها. غيتا انت حادقة شويه كتدخلي الكوزينه؟ حادقة دابا سورتو هاد رمضان راه كنبارطاجي مع الناس وصفات. اشني هي احسن شهوه ولا احسن او احسن طبق كتبدع فيه غيتا؟ هما داكشي داك المملحات وداكشي كنصايبهم زوينين، ولكن اكثر طبق كنت طيبته وعجب الناس اللي كنت عارضه عليهم هو الدجاج محمر بالدغميره وداكشي على حقه وطريقه. غيتا رجعنا للور ورجعنا للطفوله ورجعنا للاصدقاء والصديقات، و
انت كنتي مشاغبه بزاف ولكن كنقرا مزيان. اها يعني فيك الشيطان في القسم؟ لا ما فيهش الشيطان، فيها الهضره، فيها الهضره بزاف. ديما كنخرج على صحاباتي اللي كيكونوا جالسين حدايا، حيت انا كنقدر نجول عندي داك لا كاباسيتي انني نجمع الضحكه سوغ بلاص وهما كيتفرجوا. واش انت كنتي من نوع البنات اللي كتحضري ولا كتحضري؟ حيت كانوا كنعقلوا في الابتدائي، خاصه في الابتدائي كنكونوا جالسين في الساحه ولا حتى كتسمع فلانه نتفات فلانه فلانه هي لا ما شفتوش. لا لا سورتو في الابتدائي، ممكن في الكوليج والليسي. حيت نشرح لك واحد القضيه، انا قلبت واحد المنظومه. انا في الابتدائي قريت في المخزن، قريت في المخزن وكان عندي مشكل في اللغه الفرنسيه لانه بدينا كنقراو الفرنسي حتى للثالث. ملي طلعت الكوليج ماما خافت انه يكون عندي مستوى ضعيف في اللغه الفرنسيه، دخلتني لايكول بريف. ملي دخلت لايكول بريف تنمروا عليا بزاف، هذيك بنت المخزن. ممكن تفاجئك هذه القضيه، مي كنت كندخل القسم كيقول لي استاذ غيتا تقدري تقولي لنا شنو الفرق ما بين القسم في مدرسه ديال الفلوس ومدرسه ديال المخزن؟ علاش اشنو الفرق زعما؟ والتلاميذ كانوا كيتنمروا عليا انني حكا بنت المخزن وهذا وهذا، ولكن الله يصح ولا الصحيح تما فين تكونت شخصيتي وتما فين تقوات شخصيتي. وكنت من بعد ولا كيقولوا لي غير النقابه، لانه ديما كندافع على الناس وكان ما عجبنيش شي كرسي ولا ما عجبنيش شي طابلو كنكتب ورقه ونصيفطها للمدير مثلا. قسم فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. كنت انا كنورغانيزا حفلات في وسط المدرسه، دونك دازت تنمروا عليا ولكن الحمد لله دازت. نعم غيتا لنا قلتي قبيله قلبت المنظومه انك قريتي في الدوله ومشيتي للبريفي، زعما علاش شنو المشكل؟ عادي؟ لا ما عاديش، ما عاديش انا لا ما عاديش. دابا الاغلبيه كيقريو وليداتهم في مدرسه ديال الفلوس للاسف، لانه ما عرفتش شنو المشكل في مدرسه ديال المخزن. انا شحال هذه ما قريت فيها يعني ما عنديش درايه، ولكن غير المشكل بعدا ديال اللغه الفرنسيه. مزيان اللي طرقتي لهذا الموضوع، هو كتقرا الابتدائي كلشي بالعربيه والكوليج كلشي بالعربيه والثانوي كلشي بالعربيه، كطلع لزيتو سوبيريو كلشي بالفرونسي. علاش هذا التلميذ تخرمقوا لي راسو؟ انا هذا من المشاكل اللي كانوا عندي ملي دخلت لافاك، ما كنفهمش الاستاذ اش كيقول، ولون في كبير وخا نجلس لقدام ما كنفهموش شنو كيقول. هذا نداء للساده المسؤولين ربما. ممكن القضيه ممكن هذه كتجيني واحد التناقض اللي ما انتو شنو الصالح؟ مازال دابا راه ولينا شويه كنحيدوا الفرنسي وكندخلوا لونجلي. مازال لونجلي لغه عالميه كيف كيهضروا بها بزاف ديال الدول. اللي مشيتي لاي بلاد تهضر بلونجلي غيفهموك، فرونسي راه ما كتصلحش من غير فرنسا كندا بعض الدول. واخا غيتا هو اخر سؤال وانا ما غنعطيلكش على شكل سؤال، لان انا صبحوا في البرنامج اليوم عندي اسئله تقليديين يعني باش نعطي واحد ليتيكات للبرنامج. فعوات ما غنسولك وغنقول لك لو ما كانتش غيتا ممثله شنو كانت باغا تكون؟ ربما بطريقه غير مباشره كنت باغا تكوني تقري لا فارماسي. لا انا قلت لك كنت غاد ايه تخيلت راسي كيعجبني داك الشيء. انا قلت لك انا ما عنديش مع تشريح الحيوانات ولا وشنو شنو شنو كنتي باغا تكوني لو ما كنتيش ممثله غيتا؟ مؤخرا اكتشفت عندي واحد الحب كبير للطبخ. كنستمتع به ودماغي كيفصل كنبقاش نفكر. واي انجويت بزاف، كنستمتع بداك الطبق اللي كنطيبو بزاف مؤخرا. هو شحال هادي ولكن شحال هادي عندي هاد الفكره من مؤخرا، يعني كان ممكن نقرا الفن ديال الطبخ لاغ كولينير ولا شي حاجه بحال هكا يعجبني. ومازال الحال علاش لا؟ علاش لا ان شاء الله؟ عندي لاباس خصني غير نصور فقط. شوف غير يعني زعم وعلاش لا ان شاء الله. نتمنوا خير. مازال غيتا معنا اكيد، وحتى انتم مشاهدي تيلي ماروك غادي نمشيو للفقره المواليه سؤال جواب. غيتا نمشيو لسؤال جواب. سؤالي الاول، اول مره مثلت غيتا الكزولي فوقاش كان؟ ما عقلتش على السنه كي كانت عندي 11 عام. مثلت واحد فيلم قصير مع نيت المدرسه اللي كنت كنقرا فيها. اول مره مثلت غيتا عمل احترافي تخلصت فيه؟ بديت بالاعلانات، الا كانوا حتى هما كيتعتبروا انه تمثيل بديت في اعلانات قبل ما ندير التمثيل قبل ما ندير المسرح. كنت كنتخلص فيها. نعم غيتا، شفناك اول مره تعرفتي في سلسله الكوميديه، لكن من بعد ما بقيناش كنشوفو كديري السلسله الكوميديه. اشنو هو السبب؟ واش راجع ان مخرجين ما بقاوش كيعيطوا لك في الكوميديا، اولا انت ما بقيتيش كتضحكي الناس؟ اشنو المشكل؟ انا اصلا تفاجات في راسي ملي درت الكوميديا، حيت انا في يعني في المعهد معروفه بالدراما.
سورتو الامتحان اللي كندوزو في الاخر ديال العام كونكور، اغلبيه ديال المشاهد اللي كندير او الادوار اللي كندير كيكونوا دراميه. يعني انا تفاجات براسي، يعني من درت زهير مثلا، من درت قبل وبعد الزواج، من درت رخصه الزواج، المهم كلهم فيهم الزواج، انا يلاه رديت البال. المهم دونك تفاجات براسي انني كندير شويه الكوميديا، مي انا كنميل اكثر للدراما، يعني الاعمال الدراميه. ممكن انه بصح ما تقترحش عليا من طرف مخرج ولا منتج شي دور كوميدي، ولكن انا غاده شويه بشويه. شنو هو العمل اللي لعباتو لغيتا وبقى قريب لقلبها اليوم؟ ممكن ياقوت وأنبر، غيتا التاج. علاش حيت سمية؟ سمية جات غير صدفة تماما، ما كانتش مكتوبة أصلا في اللور، غيتا التاج تبدلات سمية. نعم. غيتا كنا سمعنا أنك واحد العمل بين الأعمال الأولى ديالك خدمتي في شي عمل وما تخلصيش. لا حسب ما قيل وحسب ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي، في واحد العمل من الاعمال درتي شي عمل؟ لا عمرني درت شي عمل وما تخلصتش فيه، ولا بدا كنتقاضى واحد الاجر. انت من الناس اللي كيحكروا شويه على الكاشي؟ سا ديبون، على حساب. واش على حساب المخرج ولا الشركه الانتاج ولا لا؟ على حساب اللي بحال نقدر نقول لك، على حساب الامكانيات. اذا كانت الامكانيات يعني كتوفر للممثل واحد الكاشي محترم ما كرهناش، كانت الامكانيات ما كتوفرهاش وانت مامن بداك البروجي ما كاينش مشكل. عمرنا ما شفناك في ادوار جريئه وقويه، ديما كتبان داك الظريفه، داك الانسانه القريبه. واش هذا اختيار ولا قضيه كاستينغ ولا رؤيه اخراج ولا تقرب للشخصيه ديالي؟ دابا غتشوف لي في مسلسل كاينه ظروف شخصيه مختلفه تماما اللي ممكن تخلعك كاع، خصك نعم. تفرج فيه ان شاء الله. غادي تبدلي تماما الشكل والمضمون ولغه التخاطب وكل شيء مبدل. نعم. الاعمال الرمضانيه الحاليه اللي كاينه في القنوات ديالنا المغربيه، شنو هو العمل اللي تتقولي الله مصاب وكنت لعبت في هذا البروجي هذا؟ بزاف. مؤخرا كان واحد المسلسل سميتو بغيت حياتك من بطولة سامية أقريبو. في رمضان؟ لا، الأعمال الرمضانية. قلتي لي رمضانية؟ نعم. ممكن المكتوب، مسلسل المكتوب، مسلسل زوين مشرف في أدوار زوينين، كنستمتع بزاف بلوجو داكتور ديال بعض الممثلين. حاولتي تدوزي الكاستينغ للمكتوب؟ لا ما عيطوش ليا. حاولتي تواصلي مع علاء أكعبون المخرج ولا شي حاجة؟ لا ما عمرني تواصلت مع شي مخرج، صعيبة شوية. ممكن نقول لهم مبروك، هذا هو التواصل اللي عندي أنا مع المخرجين، نقول لهم مبروك برافو على هذا البروجي كان زوين. أنا من الناس اللي عندي مع ثقافة الاعتراف، عجبني شي ممثل كنمشي نقلب على الانستغرام ديالو ونصيفط له، عجبني شي مخرج كنصيفط له الميساج كنقول له تبارك الله كان عمل زوين. سينو ما كاينش تواصل بيني وبين المخرجين لحد الآن، زعما إلا كانوا الناس أخرين غيتا. واش التمثيل كيوفر لك العيش الكريم غيتا اليوم؟ نسبيا، ولكن مع انستغرام ولا ريزو سوسيو باش كتقدر دير واحد ليكيليب. كيفاش مع انستغرام؟ يعني لي كولابوراسيون، اعلانات، اشهارات مع بعض الشركات. دابا الكولابوراسيون ديال غيتا شحال ساويه؟ على حساب، بغيتي غير ولا بوست ولا ستوري كاع شي وصل؟ لا حسي كونت مثلا، انا نفسر لك، كتهضر معك مثلا واحد الماركه، يا اما كتهضر معك الماركه نيشان، يا اما كتكون عن طريق واحد لاجونس دو كوم اللي كتكون مكلفه، فكتعيط لك هذيك لاجونس دو كوم كتقول لك انا بغيت هذه وهذه وهذه، ستوريات بوحدهم، لي غيل بوحدهم، المده ديال الغيل شحال غادي تبقى، شحال من لودو ستوري، يعني شحال من ستوري ممكن ندير، وصافي وكتفاهم معاهم. دابا بحال دابا على حسب حتى الماركه. بحال دابا بغاو 4 كيلو ستوريات و10 ديال ريلات. ياك لا بزاف، عاوتاني هذه خصك تكون مسيني معاهم العام. 4 كيلو بزاف ياك؟ لا بزاف. دابا بغينا ندوزو 4 كيلو ديال ستوريات، شحال خصنا الوقت؟ ايوا راه فيها الخدمه في خبارك. راه انت دابا انت كتصور شحال من حاجه كدار وكتعاود، راسي لا ميم شوز ملي كتكون في الدار. انا مؤخرا بغيت غير كندير الوصفات ديال الطبخ، كنتادب فيهم. نعم. حط الرينغ لايت، حط الكاميرا، حط هادي عندك هادي، قطع ودير طبسيل زوين فيهم. واخا غيتا في برنامج الصونفيلد، حنا كنقولوا الصونفيلد اليوم، غيتا بشحال تتقاضى الاجر ديالها في انستغرام الا جا عندها واحد المستشهير وبغى يحط عندها واحد الريل
واحد المده تقريبا عطينا التجربه. الا كان شخص غير معروف مثلا يعني بحال نقولوا انديفيديوال يعني هو الراسو داير مثلا شي حاجه الراسه ممكن تبدا مثلا 5000 درهم للفوق 5000 درهم بحال اون ستوري دو ستوري ولا شي حاجه بحال هكا 5000 درهم مثلا. دابا علاش جبت انا التصويره ديالي عطيتها لك؟ لا ماشي التصويره ديالي قلت كعفاك غير لا كندويو ان لو دو ستوري. اها ان لو دو ستوري هي كيكون فيها مجموعه من ستوريات كتبارطاجيو مثلا ياك. وانا عارفه يكتبوا في لي كومونتير وحنا كنضربوا تماره وكنتخلصوا حتى انا قاريه وحتى انا كنضرب تماره على انستغرام ديالي راه كاينين الناس كيخدموا نعم. ديغيغ سا كاينين الناس مثلا ديري كوميونيتي ماناجر يعني هما كيخدموا انهم كيجاوبوا على الناس انا تي كامل كنديروا مثلا راسي في انستغرام ديالي يعني راه ما وصلت لذاك المستوى ديال لي فولورز اللي عندي ترى خدمت وضربت تماره باش بحال الكونتوني ديالي يكون بحال جو في لا كرياسيون دو كونتوني يعني صناعه المحتوى. باش درت صناعه المحتوى خصك تقاضى اجر لانه نعم. دابا ولات خدمه ما كندويش على التاثير تقول لي الفرق ما بين ممكن كاين فرق كبير ما بين مؤثر وصانع محتوى لانه نعم. مؤثر اي واحد فينا يقدر يكون مؤثر اي واحد نتا هشام اللي غيتفرجوا فيك الناس تقدر تاثر فيهم بشي حاجه ممكن هي البوستور ديالك شي دري يكون صغير يتمنى انه يولي انيماتور ملي كبر حيت تفرج في هشام هذا هو التاثير ولكن صناعه المحتوى راه فيها تماره هي كرياسيون دو كونتوني اللي كاين بزاف من الشباب تبارك الله عليهم اللي تيخدموا يعطيو نصائح ولا يعني كيختاروا واحد لو كونتوني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء كيختاروا اون بلاتفورم سواء انستغرام ولا تيك توك ولا هذا وكيشتغلوا عليها وكيحاولوا يوصلوها. غيتا العرس ديالكم انت وزهير شفناه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش جا هذا الاختيار؟ واش هو اختيار ثنائي ولا عائلي ولا كيفاش خديتوا قرار انكم تبارطاجيو العرس مع الناس؟ ماشي اختارينا اننا نبارطاجيو العرس مع الناس ضيوف الصحافه ما كانتش كان منبر واحد ديال الصديق ديالنا حنا الصحفيين بعدا هما التوالى مساكن ما لا ماشي هما التوالى لانه كيكون الصحفيين هما اللي ما تعرضوش عليهم عرس خاص انا لكان صحفي صديقي دابا انت كتعطيني الهضره وكتقول لي كنضحك معاك لا لا بصح الا كان صحفي صديقي كانوا صحفيين اصدقاء ديالي مرحبا بهم ولكن باش انا نعيط لمنابر صحفيه غير باش نعيط لا هذه ما جاتش هذه ماشي لوجيك واخا ما كانش الصحافه بلاتي نكمل لك على السؤال اللي سولتيني وما كانش حنا كان منبر صحفي واحد ديال صديق ديالنا ديال جود كنعطي تحيه من خلالكم يعني الاصدقاء اللي كاين حنا عندنا اصدقاء ديالنا مشهورين نقول لهم تصور هذا السيد عنده موقع عنده ليش بتي عنده موقع جود هو صحفي عنده موقع ما عندوش موقع دوزنا على قناه عربيه اللي هي ام بي سي 4 من خلال برنامج تريندين يعني زدنا في واحد المنبر زوين اللي بينا الثقافه المغربيه وبينا التقاليد المغربيه هذاك هو الهدف اللي كان اما داكشي الاخر كانوا صحابنا مشهورين واش انا صاحبي مشهور ولا صاحبتي مشهوره نقول لها ما تصوريش ما ديريش لي ستوري ما يمكنش فهمتي اي يعني واحد دابا ولا هكا بقات كديسباتش انفورماسيون كدور ما عرفتش انا كيفاش ديسباتشات مي من خلال الناس المشهورين اللي كانوا في داك العرس ممكن لانه كان هذوك صحابنا يعني مثلا انا عرفت على ابتسام العروسي صاحبتي غيتا بن حيون صاحبتي بزاف ديال السميات صحابنا يعني طاليس اللي كان حاضر ايكو تبارك الله كانوا اسماء وازنه حاتم عمور الداودي هذو صحابنا ما يمكنش انا نقول لهم ما تهزش التليفون ما تصورش لانه حريه شخصيه ديالو هذه نعم شكون هي الممثله القدوه عندك في المجال ديال التمثيل غيتا؟ دنيا سمير غانم هي ومغربيه؟ كاينين بزاف فاطمه خير فاطمه خير هي القدوه تمنى شي نهار تدخلي للسياسه وي ملي كنت صغيره كنت كنتمنى نكون وزيره ديال البيئه ان شاء الله وانا غير كنت كنقول ما كنتش عارفه الصعوبات دابا ملي عرفت الصعوبات خليني داخله سوق راسي وان شاء الله علاش لا غيتا نتمنى لك التوفيق مرحبا بك في برنامج سون فيتر اكيد مازال معنا غيتا ركزوا لي مشاهدينا وحنا مازالين معكم غادي نمشيو لفقره لاكتواليتي غيتا عندنا سؤال لاكتواليتي وعنده دائما علاقه بالاكتواليتي مؤخرا ودابا كيروج مواقع التواصل الاجتماعي الناس كيكومونتي وكيقولوا واه هذه الممثله كنشوفوها هنا وهنا وهنا وهذا الممثل كنشوفوه هنا وهنا وهنا متفقه معي يعني كاين بزاف ديال الاعمال كيلعبوا فيهم تقريبا نفس الممثلين اشنو انطباعك على هذه القضيه انت كفنانه ممثله ارزق ارزاق حتى واحد ما كيدخل فيهم الرزق جابوا لك الله تقول عليه لا
ممكن انا ما كنمثلش بزاف ديال الاعمال، يعني انا ما يعني الهضره ماشي عليا، ولكن هذوك اللي كيمثلوا بزاف الاعمال اكيد حبوهم الناس، اكيد عندهم موهبه، اكيد ربي مكتب لهم هذاك الرزق. انا كنفكر بحال هكا. ما كتشوفيش اقصاء من ولا من الاطار اللي بعض الممثلين مثلا اللي هما رواد اللي هما قدام؟ كاينه هذه القضيه حتى هي للاسف، ولكن الممثلين اللي كياخذوا مثلا بزاف الادوار ما عندهم حتى شي ذنب. القرار كيرجع للانتاج، كيرجع للاخراج، كيرجع ممكن حتى للقناه، يعني ماشي الممثل اللي ذنبه انه واحد الرائد ما خدمش، لا، خاص هذوك المنتجين وهذوك المخرجين. ودايوغ ديجا يعني كاين بزاف ديال دور الانتاج اللي ولاو كيعيطوا الرواد ولاو كيرجعوهم وكنتفرجوا فيهم، وهذه حاجه كتفرح. دونك فوالا، ماشي الذنب ديال الممثل انا في رايي، وجهه النظر ديالي. نعم غيتا، مازالين معاك وغنمشيو لاخر فقره من البرنامج مع المشاهدين، متفقين؟ ها يلا معاكم تانتوما مشاهدي تيلي ماروك، غادي نمشيو لاخر فقره من البرنامج اللي غلب يعف. اللي غلب يعف غيتا، في الحياه مطبات كاين صعود نزول، كاين خلاف اختلافات، وهادشي كيوقع في الحياه كامله. اشنو أولا شكون هو الشخص غيتا اللي غلطتي في حقه اليوم وبغيتي تقول ليه سير أودي سمح ليا الله يرحم لك الوالدين؟ نقول لك الحقيقة. حقيقة لراسي. لعلاش؟ لأنه واحد الوقيتة كنت جلد راسي، أنا عندي تفكير زائد، وكنت داخلة واحد الوقيتة في مرحلة اكتئاب، وكنت كنتعامل مع راسي بطريقة خايبة بزاف. ألوغ ملي كبرت قلت علاش ما نبغيش راسي؟ خصني نبغي راسي، خصني نبغي راسي بالايجابيات والسلبيات ديالو. وبعد المرات كنبدا نقول سمح ليا راسي اللي درت لك بحال هكا، لانه ما كنتش كنبغي راسي. تخيل انا وصلت لواحد المستوى كيعيطوا لي مثلا ندوز كاسينغ فشي حاجه، كنقول علاش عيطوا لي انا؟ ما مزياناش، لا ما نستاهلش، يجيني شي رزق، لا 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 ما بغيتوش، ما نستاهلش، ما خصنيش، انا اللي وقع غلط انا السبب اي حاجه. دونك كنت اجلد نفسي بالمعنى الحقيقي للكلمه. داكشي علاش دابا الحمد لله وليت كنبغي راسي، كنشوف راسي في المرايه كنقول الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على صحتي، على اللي عندي، على الناس اللي دايرين بيا، على قرايتي، على ثقافتي، على الناس اللي كيبغيوني ما كيعرفونيش يتلاقاو بيا بالزنقه يعبر على الحب ديالهم ليا. دونك راسي. تكلمتي على الاكتئاب، فاش من مرحله من الحياه جاك الاكتئاب غيتا؟ جاني على جوج مراحل، بعد الوفاه ديال الاب ديالي الله يرحمه، ومؤخرا. انا دابا باقي كنشرب دواء ديال الاكتئاب، ولكن كنحس براسي حسن الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، ونتمنى لك ان شاء الله انت في صحه اي جيده. الحمد لله. وراتي اللي ما كيبانش هذا هو المشكل ديال الاكتئاب، هو انه داير بحال واحد الوحش خفي ما كيبانش. انت بينك وبين راسك ملي كتبغي تنعس، او ملي سوختو ملي كتبغي تنعس كيدور لك واحد الافكار في راسك خايبين بزاف. انا مؤخرا الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، بخير الحمد لله. كاين شخص اللي غلط في حقك؟ كاينين بعض الاشخاص اللي ممكن عن هفوه، عن غلط، عن درايه ضعيفه بواحد الموضوع، كاينين، ولكن كاين شي وحدين سمحت لهم 100%، وكاين شي وحدين لا. واخا غيتا عندك الجرأة اليوم تجبدي اسماء الناس تقول لهم الله يسامح لكم؟ حنا في رمضان باش نمم في عباد الله. تقول لهم الله يسامح لكم؟ لا لا، يعني بعد ما تسامحي لهم نسامح لهم بيني وبينهم. لا لا، بيني وبينهم صيفط لهم ميساج نقول لهم الله يسامح، ولكن ديفون طول الموند غادي تجبد الهضره وعلاش درتي ليها وعلاش دار ليها. فيها شي حاجه عادي؟ لا لا، اعتراف بخطا او لا واعتراف انا نعترف لشي واحد نطلب منه السماحه، ولكن العكس صحيح. لا شويه صعيبه، لانه غنقدر واحد الانسان نقدر ناذيه، ويقدر يكون ما سالش الخبر اصلا راه اذاني. كاين شي شخص تطلبي منه السماحة من غير نفسك اليوم؟ أنا نطلب السماحة من أي واحد ممكن أديته عن دون إدراك، يعني عن هفو ولا شي حاجة ما رديتش البال، لأنه حنا إنسان. هاد الجواب هذا هو الجواب التقليدي ديال كاع ضيوفنا؟ لا، جميع الضيوف ديالنا أصبح تقليدي. دابا باش ما نضطرش أنني نجبد سميات، لأنه إلا جبدت سميات كيولي أخذ ورد، وكيولي عنده هو توا حق الرد باش نحبسه هنا. انا عطيتك الجواب، انا كنطلب وانا في واحد نقول لك قبل ما تسالي، في واحد القاعده ممكن الناس اللي قرابي ليك يعرفوها، كنعتذر من الصغر مني وكنعتذر من اللي كبر مني، ما عنديش مشكل في الاعتذار، غير نكون قلتي لي راك دريتيني، واخا نكون انا عند راسي ما غلطاش، لانه انا كنامن انه لفت انني اديتك راه درت واحد الحاجه غلط. اكيد.
أكيد الاعتذار هو من شيم الكبار ريتا غزولي. شكرا لك ريتا على حضورك معنا، نتمنى أن هذه الحلقة تكون دازت خفيفة على قلبك. خفيفة الله يخطيك. وعجبك الحال معنا؟ عجبني الحال وكنت مرتاحة معك، وأنت من الناس اللي كتعطي واحد الأريحية للضيف ديالك. الله يبارك فيك. إنرجي زوينة كاينة في البلاط. الله يكبر بك، شكرا لك ريتا. أكيد الفضل يعود حتى للطاقم التقني اللي كيصبر وكيسهر معنا على إنجاح هذا البرنامج، وحنا دائما معكم مشاهدي تيلي ماروك يوميا من خلال قناتكم الفضائية. كنتلاقاو بكم في برنامجكم سون فيلتر اللي كنحاولوا أننا نقرب لكم بعض المشاهير وضيوفنا بدون أقنعة كما بغينا نقولوا، أو لا إذا صح التعبير كيكونوا أكثر أريحية معنا. هشام هذا على تيلي ماروك كالعادة كيحييكم، وصلنا نهاية حلقتنا اليوم على أمل لقاء بكم غدا بحول الله، وبسلام عليكم.